ازيكم يا شباب، اتمنى تكونوا بخير. معاكم محمد جابر وفيديو جديد. فيديو النهارده صاحبي هتكلم فيه عن خدعه خروج الروح من الجسد، وطبعا هنعملها مع بعض باستخدام برنامج فيلمورا على الكمبيوتر. بس قبل ما نخش في الفيديو صاحبي، ما تنساش سبسكرايب في القناه، وطبعا تفعل زر الجرس عشان فيديوهاتي الجديده توصلك اول باول. وطبعا ما تنسوش يا جماعه اللايك للفيديو، عشان انا بتعب والله في الفيديوهات دي كتير، فاتمنى ان انتوا تدعموا الفيديو بلايك. لو بتشوفني من على تيك توك او فيسبوك، فما تنساش فولو للصفحه ولايك، وطبعا تشير الفيديو. واتمنى طبعا ان انتوا تعملوا لي فولو على التيك توك لو مش عاملين لي فولو، لان طبعا انا على طول موجود على التيك توك وبنزل فيديوهات اكتر على التيك توك. يلا بينا نشوف الفكره بتاعت النهارده وازاي هنعملها. بص يا شباب، بالنسبه لفكره فيديو النهارده هي مشابهه لفكره الفيديو اللي فات، اللي هي ازاي تعمل نفسك شخصيتين. هي طبعا مشابهه لنفس الفكره، بس طبعا في فكره النهارده مفيش كلام هيتقال خالص، يعني التصوير هيبقى بدون صوت، فكل حاجه هنشوفها مع بعض. وطبعا الفكره هتبقى اسهل كمان من الفيديو اللي فات، لان في الاعدادات وطبعا في الايديت والكلام ده كله مش هيبقى حاجات صعبه، هو بس تاثير واحد هيظبط لنا الدنيا كلها. كل المطلوب منك عشان بس تصور، انا هشرح لكم كل حاجه كده بالكلام، وبعد كده هنروح للكمبيوتر ونشوف كل حاجه مع بعض. كل المطلوب منك ان انت هتثبت الستاند بتاعك على الموبايل او الكاميرا، وهتثبتهم على الستاند، وطبعا هتظبط المكان او الكادر اللي انت هتصور فيه. ويفضل يعني ان المشهد ده يتصور يا اما على السرير يا اما على الارض في مكان واسع. تمام كده. كل اللي عليك بقى ان انت اول ما تصور هتظهر قدام الكاميرا ان انت بقى مهموم وزعلان، وهتعمل رياكشنات بقى ان انت متضايق، يعني ايه كانك بتمثل بالظبط. بعد طبعا ما تعمل الرياكشنات ديت، يعني نتيجه الضغوط اللي عليك هي المفروض بتسبب موت الشخص. بعد كده المفروض ان انت بتنام على السرير، وبعد كده بتثبت على الحركه دي، يعني بتثبت على الوضعيه اللي انت عليها من غير ما تتحرك لمده 20 ثانيه او 15 ثانيه على حسب الفيديو ما انت عايزه. تمام. فيفضل ان انت تقعد 20 ثانيه ما تتحركش تماما، وحاول ان انت تتحكم في نفسك بحيث ان ما يبانش ان انت بتتنفس. بعد كده هتبدا ان انت تقوم وتبص كده ورا، وطبعا تعمل رياكشنات ان انت متفاجئ، وانا فين، يعني ايه رياكشنات المفاجاه. طبعا هوريكم الفيديو وهنشوف ازاي اساسا نعمل الكلام ده كله. بعد ما شرحت لكم الفكره، طبعا بعد ما تقوم تعمل رياكشنات المفاجاه والكلام ده كله، هتفصل الفيديو ونروح بقى للكمبيوتر نشوف الفيديو والشرح اللي انا قلت لكم ده، هنشوفه عمل ايه مع بعض وازاي هنبدا نعدل عليه. بس قبل ما نروح للكمبيوتر نشوف الفيديو اللي انا عملته دلوقتي، يلا بينا نشوفه ونرجع لكم مره ثانيه. يا الدنيا دي زهق ليه كده، مش عارف ليه الكل جاي عليا. يا رب يا رب، مش عارف ليه كده الناس كلها بتيجي عليا ليه. انا ما احسن يمكن انسى. يعني ايه ده، وانا عامل ليه كده، مش شايف نفسي ليه. ايه ده، مين اللي ورايا ده؟ لا امال انا مش شايف نفسي في الكاميرا ده. بعد ما شفنا الفيديو يا شباب، دلوقتي هنروح بقى للكمبيوتر ونبدا ان احنا نشوف هنطبق الكلام ده ازاي. طبعا هي الفكره سهله جدا، يعني مش محتاجه اي حاجه. بص يا صاحبي، كل اللي عليك ان انت تروح لبرنامج فيلمورا. تمام، ده الفيديو طبعا اللي انا صورته. تعال نشوف الفيديو الاصلي كان عامل ازاي. ادي الفيديو اهوت يا شباب. طبعا هحط الصوت عشان نشوف الفيديو الصوت. طبعا الفيديو اهوت يا شباب. طبعا اول حاجه ظبطت هنا الكادر اللي هصور عليه، وبدات قعدت طبعا على السرير وابدا بقى بالرياكشنات. طبعا بالنسبه للفيديو، الكلام اللي انتم سامعينه او اللي انتم شفتوه في الفيديو المعدل، طبعا الفيديو ده ما فيهوش اي كلام. الكلام اللي انتم شفتوه في الفيديو المعدل، بعد انا ما خلصت الفيديو ده وعدلته وظبطته، رحت جاي ومسجل الصوت بعد كده، ورحت مركبه على الصوره بحيث ان هو ايه يبان ان انا بفكر بطريقه الكلام. يعني الكلام ده هو كلام التفكير. تمام كده، زي ما انتم شايفين نمت هنا حوالي 20 ثانيه اهوت، وطبعا منتظر 20 ثانية عشان لما اجي اقوم وابص للشخصية التانية، المفروض ان الشخصية دي ما تتحركش. تمام كده اهوت يا شباب. وبعد كده المفروض ان انا بقوم ومتفاجئ. تمام، احنا هنا هنروح كده يا شباب اهوت قبل ما اقوم بثانية. طبعا انا فتحت عيني في الاول قبل ما اقوم. تمام، فاحنا قبل ما افتح عيني وهنقص. تمام كده، نرجع لورا كده وفتحت عيني اهوت. اول بقى ما تقفل كده يعني قفلت يا شباب، هنقص من اول هنا. تمام، بس اول حاجه هنعملها ان احنا نعمل كاتم للصوت، عشان لو في اي صوت طلع في اثناء التصوير مش عايزين. هنعمل كاتم للصوت، وبعد كده هنقص الحته دي زي ما انتم شايفين اهوت يا شباب.
تمام كده. بعد ما قصينا هنرفع الحتة دي كده اهوت لفوق. هنروح بقى للفيديو اللي تحت اللي هو الاولاني ده، من بعد على طول من بعد ما هنام على السرير وخلاص هثبت على وضعية، على اللي هي وضعية السكون ان انا المفروض هبقى ثابت فيها، هنقص برضو الجزء ده. تمام هنا اهوت لسه طبعا ايدي بتتحرك، المفروض ان انا ثابت على الوضعية دي. تمام وهناخد الحتة ده نقصها اهوت عشان لما نيجي نركب الفيديو اللي فوقها نعرف مكانه بالظبط، وهنركب الفيديو اهوت عليه. تمام كده كده تمام. في حتة طبعا في اخر الفيديو ما احناش عايزينها، طبعا هنا لاحظت ان الحتة اللي تحت اللي انا سكت فيها مدتها اقصر، فهنعمل ايه؟ حاجة بسيطة جدا، هنتاخر الفيديو ده كده بعيد، وطبعا طبعا انا ثابت على الوضعية دي، هناخدها طبعا سكرين شوت من العلامة بتاعة الكاميرا اللي انتوا شايفينها دي كده، هتظهر عندك بره هنا دلوقتي. تمام هناخد الصورة اهيت وهنكبرها بقى ايه على حسب المدة اللي احنا عايزينها. طبعا ده في حال لو انت الوقت الزمني اللي انت المفروض تسكت فيه كان قصير. تمام كده لان هي نفس الوضعية يعني ثابت اساسا ما بتحركش. تمام هنركب طبعا الفيديو فوق الفيديو التاني. تمام كده بعد ما ركبت الفيديو فوق الفيديو هشرح بس سريعا احنا عملنا ايه من الاول. اول حاجة زي ما قلت لكم احنا صورنا الفيديو كامل من اول، طبعا ما هبدأ اثبت يعني من اول يا شباب، من اول ما هبدأ اثبت على وضعية معينة وخلاص ثابت ما بتحركش هقص الجزء ده. تمام واول ما ابدا اتحرك هقص الجزء ده، يعني المفروض الفيديو متقسم عندي 3 اجزاء، جزء من اول ما هنام وجزء اللي هثبت فيه وجزء اللي هبدا اتحرك مره تاني. تمام كده عشان بس تبقى كل حاجه واضحه. وزي ما قلت لكم لو الحته اللي انت المفروض هتثبت فيها ديت طلعت مدتها قليله فانت ممكن تاخد صوره سكرين شوت زي ما قلت لك كده وهتكبرها على حسب وقت الفيديو. طبعا هشوف بس الفيديو اللي فوق ده يعني اخر حته اللي المفروض اللي انا اقوم افصل الكاميرا دي مش عايزها، فالمفروض ده اخر حاجه اهيت محتاجها، هقوم اقصص الحته دي لانها ملهاش دعوه ملهاش لازمه. وبعد كده بالنسبه للصوره ديت طبعا هنكبرها كده لحد نهايه الفيديو كده. تمام اهوت يا شباب. طبعا الفيديو اللي فوق هو اللي شغال دلوقتي. تعال نعمل بقى ايديت للفيديو اللي فوق. الفيديو اللي فوق ده هنضغط عليه دبل كليك. تمام كده اهوت هيفتح لي النافذه دي كده. طبعا كلمه التركيب، طبعا البرنامج عندك ممكن يكون باللغه الانجليزيه فهتروح لتاني اختيار، هي عندي معموله على طبعا محوله للغه العربيه فهتلاقي كلمه التركيب. طبعا هتلاقي اول خيارين مفعلين، هنروح للاختيار التاني طبعا ممكن ما تلاقيش دي، ممكن تلاقيه بالشكل ده كده، هتضغط على السهم ده كده هتلاقي السهم نزل لتحت. بعد كده هيجيب لك النافذه ديت فيها طبعا شويه اختيارات، هتبدا طبعا تختار، هتختار الاختيار اللي انت عايزه اي حاجه، تقعد تجربهم كلهم لحد ما تلاقي الاختيار المناسب للفيديو ليك، فطبعا دي على ذوقك انت. وطبعا بتبدا ان انت بقى تقلل الايديت هنا كده عشان المفروض الشخصيه التانيه تبان بكل وضوح. طبعا هو المفروض ان الشخصيه الاولى ما تبقاش واضحه قوي يعني، المهم بس ايه يبقى فيها يعني فيها وضوح شويه. تعال نجرب نشوف كده. طبعا هي الشخصيه هنا انا اعتقد انها عايزه توضح اكتر عشان التفاصيل بتاعت الوش تبان. تعال نجرب كده يا شباب نشوف. بس طبعا يا شباب عشان احنا نجيبها كلها حته واحده لان هنلاقي نص الفيديو شفاف ونص الفيديو التاني من غير ايديت، فهنظبط الايديت برضو هنا وهنا. طبعا المفروض ان انا هنا اقوم توت يا شباب وابدا طبعا ان انا ابص على الجسم ومتفاجئ. تمام كده يا شباب كده هو الفيديو يعتبر ظبط، بس طبعا هعمل له شويه تاثيرات بس بسيطه عشان الفيديو يظبط اكتر من كده، لان طبعا هو كده من حيث الجوده هو كويس
بس طبعا حاسس ان الفيديو اللي تحت شفاف شوية. طبعا يا شباب زي ما انتوا شايفين انا شايف كده ان الفيديو بقى مظبوط وتمام. تعال نشوف كده، نشغل الفيديو الحتة طبعا اللي في الاول اللي احنا شايفينها ديت يا شباب هتتقص لانها ملهاش لازمة. تعال نشغل كده الفيديو. وعلى فكرة الفيديو ده كده يا شباب مفهوش صوت، انا المفروض بقى ان انا ايه هسجل الصوت دلوقتي بعد ما اصدر الفيديو. بس طبعا الصوت ده يعني مفيش كلام معين ان انا هقوله، بس المفروض مثلا ان انا ايه هقول ان انا زهقان ومهموم والدنيا جايه عليا والكلام ده كله. وبعد كده بصوا زي ما انتم شايفين هنا الشخصيه قامت اهي يا شباب. طبعا الفكره سهله جدا وبسيطه، مفيهاش اي حاجه صعبه، ويعتبر اسهل كمان من الفكره اللي فاتت. لو عندكم اي افكار تانية اكتبوها لي يا شباب في التعليقات، او لو حابين تتواصلوا معايا لينكات السوشيال ميديا بتاعتي في صندوق الوصف. بعد كده اصدر الفيديو يا شباب وكده خلاص مبروك عليك. بس طبعا ناقص حاجه بسيطه انا هعملها، وهي ان انا هسجل الصوت. بس حاليا انا مش هينفع اسجل الصوت او انا بصور لكم الفيديو ده، لانه طبعا مش عارف استخدم المايك مرتين هنا وهنا. فانا هوقف الفيديو هخلصه تماما وبعد كده هسجل الصوت. وعلى ما اعتقد انتوا شفتوا الفيديو في اول الفيديو ده وشفتوه عامل ازاي. طيب كده شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان الفيديوهات الجديدة توصلكم اول باول. شكرا لكم على المشاهدة يا شباب، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. كان معاكم محمد جابر، نتقابل في الفيديو الجاي. سلام عليكم.